بكم في هذا المؤتمر الصحفي من أجل وضع الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والإعلامية في آخر التطورات التي تتعلق بقضية استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى ثلاجات الاحتلال الصهيوني. 8 جثث للشهداء ما زالت محتجزة لدى الاحتلال الصهيوني بشكل تعسفي، في انتهاك واضح وصريح للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات جنيف التي لا تجيز لدولة الاحتلال المجرم احتجاز جثامين الشهداء. 8 شهداء: الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، الشهيد رامي عورتاني من نابلس، الشهيد محمد الفقيه من الخليل، الشهيد محمد الطرائرة من الخليل، الشهيد مصباح أبو صباح من القدس، والشهيد فادي قنبر من القدس، والشهيد سعد قيسية من الخليل، وثامنهم الشهيد الفدائي باسل الأعرج الذي استشهد قبل أيام اختلته قوات الاحتلال المجرم في جريمة نكراء، في جريمة بشعة، وما زال الاحتلال يماطل ويكذب في تسليم جثمانه. نحن اليوم نقول للعالم صرخة من مهدي المسيح عليه السلام من مدينة بيت لحم، نقول للعالم أن على العالم الحر أن يتدخل من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي المجرم للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني وعن رفات 250 شهيد محتجز لدى مقابر الأرقام عند الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الشهداء الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي بشكل تعسفي. لا يعني أننا وضعنا كل الأمل في خيار ضروري جدا لاستنفاذ كافة الوسائل. ويا طلاب النازية، يا طلاب النازية، ويا طلاب النازية، وبرا الضفة الغربية، برا الضفة الغربية، ويا طلاب. ولجة طلع القرار، من ولجة طلع القرار، من ولجة طلع القرار، من ولجة طلع القرار، خلي الدنيا تولع نار، خلي الدنيا تولع نار. واطلع يا قمرنا وهل، واطلع يا قمرنا وهل، ضو الضفة الغربية، ضو الضفة الغربية، الباس اللي عنا مقدس، الباس اللي عنا مقدس. بلادي الله، الله يا بلادي الله، المات ولا المازلة، الدوية، انتفاضة شعبية، انتفاضة شعبية. ارفع ارفع